ابتدينا نليل الاوهام وابتدينا نقول في كلام هي حياتنا كانت احلام عشنا فيها ساعات وايام عشنا فيها ايام وشهور فيها الطيب والدبور فيها الواطي سلاح وخبور نفسي يابا اكون مشهور نفسي اعمل حاجة جديدة حاجة بس عليها القيمة حاجة يشوفها كل الناس حاجة فيها الفن اساس ولا ايه ولا ايه ولا ولا ايه اعمل فيها فن خطير دراما واكشن في التمثيل اعمل فيها الفن خطير دراما واكشن في التمثيل ونصيحة كده على الماشي اقبلها ما ترفضهاش نصيحة كده على الماشي اقبلها ما ترفضهاش اطبعنا ما تعرفهاش اطمعنا ما تلقاش اطبعنا ما تعرفهاش اطمعنا ما تلقاش حاسب لا تروح بلاش حكاية 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 جديدة واخترناها جسدناها بفكرة جميلة على اليوتيوب بقى نعرضها لكو على اليوتيوب بقى نعرضها لكو اعمل فيها ودستورة بس ارسم مع الصبورة بس ارسم مع الصبورة اعمل فيها ودستورة بس ارسم مع الصبورة او حتى خد لي كادر في صورة يقول عليا الاسطورة ابتدينا نقول في كلام هي حياتنا كانت احلام عشنا فيها ساعات وايام عشنا فيها ايام وشهور فيها الطيب والدبور فيها الواطي سلاح وخبور ولا ايه ولا ايه ولا ولا ايه قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة عايشين في الدنيا لكن حسنا برضو غابة قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة عايشين في الدنيا لكن حسنا برضو غابة حسنا برضو غابة حسنا برضو غابة حسنا برضو غابة نضارة تعب قلبي عشان نضارة قال لي انت بتقول الشنطه فيها كنز لا كده وتلبسني فيها نظاره ما تسواش 10 جنيه خلاص يا بدر عمل النظاره وازاي تستخدمها ولحد دلوقتي هو بيدور عليا الدرجه ده اخوك سلطان صعب ده صعب ده ما عندوش ضمير مستحل اي حاجه لو عايز تلعبه خليك تلعبه استفزهمش اكتر من كده لان الاتنين دول مش سهلين انا هلاعبهم الاتنين لا حبيبي ولا بنتكلم فاير ما تلعب يلعب انت
وده كل اللي عندك؟ لسه عندي كتير قوي. وانت مفكر ان انا لسه ابتديت؟ ابتدي عم سلطان. كده اكتفيت. قبل ما امشي طلبت الراس الكبير عشان العب معاه على نظافه، مش شويه عيال هيزقلوني بالطوب. ايه يا ابن اللي حصل؟ هو ضربك كده ولا ايه؟ هو ما ضربنيش، انا ضربته زي ما تقول كده. الضربه ما بيأثرش فيه. ضربه ما بيأثرش فيه؟ ما بيأثرش فيه ازاي يعني؟ مش عارف والله، بس زي ما يكون واخد حاجه، واخد منشطات حاجه زي دي. يعني انت ضربته فعلا؟ اه والله ضربته، بس لولا جاد كان زمان مات. يا باي يا جدع. طب وبعدين بقى اللي هو عايز يلعب الكابتن تعمل ايه؟ انت عرفت ابوك بالكلام ده ولا لا؟ كابتن احمد قال لي ما تقولش لابوك حاجه. ازاي؟ احنا لازم نعرفه. بس انا عبده عاوز الكابتن يلعب عشان الراجل ده انا متغاظ منه. يا عم متغاظ منه؟ انا متغاظ منه اكتر منك. هيلعبوا هيلعبوا. لازم يلعبوا. بس ازاي خليه يلعبوا؟ كابتن احمد قال له ما تلعبوش. يمكن خايف على الكابتن. انت بتستلم الكابتن ولا ايه؟ شوف كمان انت متاكد؟ شفت شكل مين يا زياد؟ شكل الدكتور يا بابا. الدكتور اللي بيعالج عبده؟ شفت الاثنين. شفت الاثنين. دكتور احمد وعبده وعايز يتحداك كمان. طالب العبد انا؟ وعنده
سألت عليك وعرفت انت هنا، جيت لك على طول. طيب هتخلص امتى؟ لان انا عايز اكلمك في الموضوع. اهو انا جاي معاك اهو. طيب يا بابا فين؟ ها؟ بابا فين؟ اه احنا قربنا الوقت عشان نتفرج على الماتش. طيب يلا. تعبى وراي. انا خايف من البتاعة دي. اقول لك على موضوع المكن ده، ان انت بتعمله ده خطر، انت ممكن يحصل لك اي حاجه، ممكن تقع تتكسر، وبعدين ابوك مش مستغنى عنك. سبحان الله. انت كنت بتقول في ماتش ايه؟ بابا يلعب سلطان النهارده. اخوه سلطان؟ اخويا؟ هلعبهم في الشيب، هلعبهم ماتش مع بعض. متاكد من الكلام ده؟ متأكد من الكلام ده يا نور؟ قول لابوك بلاش، سلطان اخويا مش سهل، ده مفتري. عيب عليك يا دكتور، انا ابويا مش سهل برضه. طب انا جاتلي فكره، تسبق الاحداث وعايزك تعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. انت اكيد بابا اللي هيكسب يعني. حسنا برضو غابة.